لو انت بتدور على افضل دراع وايرلس للكمبيوتر بتاعك او اللابتوب ويكون شغال معاك بشكل احترافي ومبقاش فيه مشاكل ويكون بسعر اقتصادي، فالفيديو ده ليك. هعرفك في الفيديو ده مميزاته وعيوبه، هل يستحق تشتريه ولا لا، الخامات المصنوعه منه، البطاريه، الشحن، قصه الحوارات دي كلها ايه، وليه ممكن تشتري دراع زي ده وما تشتريش الاصلي، وايه الحاجات اللي تاخد بالك منها وانت بتشتري. في البدايه طبعا لازم تبقى عارف ان سوق الحاجات الكوبي بحر واسع، وممكن النسخه اللي معايا يظهر فيها مشاكل ما تظهرش معاك، وممكن برده العكس معاك تظهر مشاكل ما ظهرتش معاك. فعشان كده في اخر الفيديو ده هعرفك خطوات تعملها على الدراع اللي انت هتشتريه عشان تعرف ازاي تجربه بشكل صحيح وما يظهرش فيه اي مشاكل بعدين. خلينا نبدا اول حاجه بالانبوكسنج والعلبه اللي جالي فيها الدراع ده. مبدئيا كده العلبه حرفيا اكتر حاجه قفلتني من الدراع، وان هي جايه لي من امازون، ما اعرفش بقى مشكله شحن ولا مشكله امازون نفسه ولا حد اشترى الدراع ده قبلي وفتحه، بس العلبه كانت زي ما تكون مفتوحه ومش مقفوله بشكل صحيح، ومن تحت مقطوعه ومن فوق برده، فيعني ما كانتش احسن حاجه، وكانت اول حاجه لقيتني من الدراع ده او من القطعه المنتج اللي انا اشتريته ده. لما فتحت العلبه بعد كده ما لقيتش اي حاجه مع الدراع، طبعا هي الدراع بس، وجاي لي كيسه كده برضو شكلها يعني رخيص خالص، والدراع جاي لوحده. لكن اللي طمني بعد كده خامات الدراع والضغطات بتاعته والفيدباك لما بضغط على كل زرار، لان انا حاسس فعلا ان الدراع لا مش رخيص. يعني كانت تجربه العلبه مش قد كده، لكن الدراع نفسه عوضني شويه، لان الخامات بتاعته مش اقل حاجه، يعني حاجه كويسه لو انت بتحافظ عليها، وطبعا ممكن تشتري له سكن وتركبه له يبقى محافظ معاك اكتر واكتر. لكن لحد دلوقتي خامات الدراع كويسه جدا، وشكل الدراع ما فيهوش اي حاجه جديده، طبعا هو نسخه من البلاي ستيشن 4 الاصلي، لكن القطعه ما كانش فيها اي خروش ولا فيها اي مشاكل، وكانت سليمه والخامات كويسه جدا. اول ما ضغطت على زرار الهوم بدا الدراع ان هو ينور معايا ويشتغل ويخش في الوضع البيرنج مود، ان هو جاهز ان هو يتصل باي جهاز. في حاله انا هوصل الدراع ده على اللابتوب بتاعي او على الكمبيوتر، ففي مشكله طبعا عندي في الكمبيوتر ان انا مفيش انتلت بلوتوز، لكن حاليا هنجرب اول حاجه على اللابتوب. سواء حبيت توصله باللابتوب او البي سي فانت لازم تتحمل برنامج دي اس 4. البرنامج ده هو عباره عن سوفت وير يعتبر زي تعريف للدراع على الكمبيوتر، طبعا لان ده دراع بلاي ستيشن مش دراع اكس بوكس، فالكمبيوتر مش بيتعرف عليه بشكل تلقائي. هو سوفت وير سهل وبسيط جدا ومساحته صغيره، وبيديك فيتشرز جميله جدا انك تتحكم بشكل كامل في الدراع. لو حابين نعمل حلقه منفصله عنه عرفوني في الكومنتات تحت. بعد ما سطبنا البرنامج على اللابتوب هنروح نفتح البلوتوث على اللابتوب ونبدا ان احنا ندور على الدراع. وانا قابلتني مشكله في موضوع الاتصال، ان الدراع في البدايه ما كانش ظاهر لللابتوب، واكتشفت بعد كده ان انا كان لازم اضغط على زرار الهوم الموجود في الدراع مع الزرار اللي فوق على الشمال الصغير لحد ما الدراع يبتدي يديني ضوء على شكل نبضات، وبعد كده يبقى جاهز ان هو يتصل باللابتوب. وبعد ما عملت كده ظهر لي الدراع باسم وايرلس كنترولر على اللابتوب، وبعد كده البرنامج قرأ الدراع واداني اشعار، وبعد كده بدأ يديني الدراع ده كام في المية ويديني كل الخصائص بتاعته. ومن هنا كده انت جاهز ان انت تفتح اي لعبة وتلعب وتجرب الدراع بشكل بقى ايه كامل. فاول لعبه جربت عليها الدراع ده هي لعبه رود ريديمشن، من الالعاب اللي احنا كلنا تقريبا لعبناها من احنا صغيرين، لعبه الموتوسيكلات بقى اللي بتطلع تضرب بيها الناس بالرجل واسلحه والكلام ده كله. فانا جربت النسخه الحديثه منها ولعبت بالدراع ده وكان اداؤه ممتاز جدا. وفي موقف مثلا ان انا في كافيه او في مكان بره البيت فكان في دوشه حواليا وكنتش عارف ارفع صوت اللابتوب عشان ما اضايقش برده الناس اللي حواليا، فده يودينا الميزة حلوه جدا جايه مع الدراع ده، وهي برده موجوده في دراع بلاي ستيشن 4 الاصلي اكيد، ودي حاجه انا عاملها في الفيديو كله. اي ميزه هنقولها على الدراع ده فهي موجوده في الاصلي بشكل احسن، فممكن يكون في هنا مثلا مشكله في الدراع ده في الميزه دي، لكن هي موجوده في الاصلي شغاله بكفاءه. وهي ميزه انك توصل سماعه سلك 3.5 مللي في الدراع من مدخل اليو اكس الموجود في الدراع من تحت، فده ساعدني جدا ان انا اعيش في اجواء اللعبه والعب بدون ما اضايق الناس اللي حواليا ولا الدوشه اللي حواليا تضايقني. لكن للاسف في هنا مشكله بقى في النقطه دي، وهي ان نسخه الدراع اللي معايا مدخل 3.5 ملي مش هقول مش شغال فيها، هو يعتبر مش شغال لان هو بيديني صوت دوشه كده وناس بتزعق وبتاع بعيني، بكون مشغل اغنيه عادي، لكن لما بركب السماعه فيه بيبتدي الدراع يفصل او ما يديش اشارات وابتدي يهنج. مثلا ممكن ابقى بلعب الاقي الموتوسيكل مره واحده واقف مش شغال او الاتجاهات باظت. يعني النسخه اللي معايا فيها مشكله في نقطه السماعه. ما تغاضيت عنها وما رضيتش ان انا ارجع الدراع، لان كده كده انا مش هستغل الميزه دي لان انا ما بستعملش سماعات سلك. لو انت زي حالاتي مثلا معاك ايربودز بتستخدمها وهي معتمد عليها في شغلك او في اللعب عامه، فممكن برضو انت تتغاضى عن المشكله دي في حاله ان انت الدراع بيديك اداء مقبول. في حاله انا تغاضيت عن الموضوع ده لان كده كده بستخدم زي ما قلت لكم الايربودز في كل حاجه، فمش محتاج سماعات سلك ولا محتاج الحاله دي اصلا. ومن هنا نروح لتاني ميزه عجبتني جدا في الدراع ده، وهي ميزه التاتش باد. الحته اللي فوق دي كده هي عباره عن تاتش باد لمس زي بتاعه اللابتوب بالظبط، وهنا في زرار يمين وزرار شمال. فالموضوع ده كان جميل جدا وانا بستخدم اللابتوب وانا في البيت مثلا، او حتى وانا بره، ان انا مثلا عايز اقفل اللعبه، اغير اللعبه، افتح يوتيوب، اعمل اي حاجه في اللابتوب، فانا مش محتاج ان انا مثلا لو انا نايم على كنبه واللابتوب شغال مثلا على شاشه ولا حاجه، ان انا اقوم من مكاني واروح اغير واعمل الكلام ده كله. كان الدراع هنا بيقدم لي ميزه اضافيه وهي ميزه الماوس الوايرلس، دي كانت حاجه ممتازه جدا وعمليه جدا معايا. ولو انت بقى وصلت لحد هنا في الفيديو ولسه ما عملتش لايك ولا اشتركت في القناه ولا كتبت لي كومنت حلو زي كده، فاحنا يعني نقفل بقى الفيديو لحد هنا وما نكملش بقى. اعمل بقى لايك وانزل اشترك في القناه واعمل لي كومنت حلو زي كده
عشان نكمل الفيديو. الواحد بيتعب جدا في انتاج فيديو زي ده، والكاميرا امبارح اصلا مسحت الفيديو بعد ما صورته وتعبت تقريبا، قعدت كام ساعه اصور ومسح كل ده. فيعني شجعوني في الكومنتات وقدروا الواحد ان هو لسه مكمل اصلا بعد المواقف اللي بتحصل معاه في التصوير دي. لا بص ما تعيطش، مش عايزك كده، ها لسه اللي جاي جامد. نيجي بقى نقطه الشحن والبطاريه في الدراع ده. الصراحه انا ما قابلتنيش اي مشكله في موضوع البطاريه ده، انا بستخدم مثلا الدراع ممكن ساعه ساعتين كل يوم، فما كانش ممكن اقعد بالايام حرفيا ما احطش على الشاحن، ما كانش بيفصل مني. فيش غير مره واحده بس اللي عملها معايا، ان هو اداني الضوء الاحمر ان هو بيفصل، والضوء الاحمر ده انا كنت حاجه من الحاجات اللي انا مبرمجها عليه في البرنامج بتاع دي اس 4، ان لما البطاريه توصل ل 20% يديني ضوء احمر نبضات كده، فانا اعرف ان هو محتاج يتشحن. برده لو عايزين نشرح النقطه دي مع برنامج دي اس 4 في حلقه منفصله اعرفوني في الكومنتات. كل انا عملته النقطه اللي باور بانك عندي وصلته بالدراع وانا بلعب عادي وما كانش في اي مشكله، وبعد شويه شلت الباور بانك وكان الدراع شحن حبه حلوين وكملت لعب باقي اليوم وعادي جدا. وبقيت بعد كده بعد ما اخلص لعب اركنه على الشاحن عادي، وقت ما استخدمه تاني يقوم شايله من على الشاحن والعب. طب لو انت بقى جايب الدراع ده عشان توصله بالكمبيوتر بتاعك، ما عندكش لابتوب وما عندكش انتلك بلوتوث، فانت عندك هنا حل من الاثنين: يا اما هتشتري دونجل للبلوتوث للكمبيوتر بتاعك وتوصله في الكمبيوتر وبعد كده توصل بيه الدراع، يا اما هتجيب اي وصله شاحن قديمه عندك بتاعه تليفونات سامسونج القديمه دي وتوصلها بالدراع وتوصل الدراع بالكمبيوتر. منها يشحن الدراع وما يفصلش منك وانت بتلعب، ومنها ان انت هتقدر تلعب بالدراع ده بس كدراع وايرد مش دراع وايرلس. يعني هتلغي هنا فكره ان الدراع يبقى وايرلس معاك، وهتحتاج ان انت تبقى مقرب من الكمبيوتر بتاعك على حسب طول السلك اللي انت جايبه. وانصحك الصراحه ان انت تشتري لك دونجل بلوتوث، لانه بيفيدك في حاجات تانية كتير، زي مثلا انك تنقل ملفات من الكمبيوتر للتليفون، او انك توصل اي سماعه وايرلس برضه بالكمبيوتر، فهي ليها مزايا تانية كتير غير انك تستخدم الدراع بس. طيب هل الدراع ده يستحق الشراء؟ طبعا مقارنه بسعره ان هو عامل 700 جنيه على امازون، ممكن تلاقيه برضه في المحلات ارخص او اغلى شويه، بس هو مش هيعدي ال 1000 جنيه، وبالسعر اللي انا اشتريته بيه 700 جنيه فالدراع ده ممتاز جدا جدا جدا، بغض النظر عن مشكله الصوت. برضه مشكله تانية قابلتني في الفايبريشن، ان هو حسيته بيخرف شويه مقارنه بالدراع اللي في الفيديو اللي فات. لو انت كنت تروح شوفه كان مديني فايبريشن كويس جدا وكان بيدي الاشارات في الوقت الصح وكده، لكن الدراع ده حسيته بيأفر وبيدي فايبريشن بشكل غير مبرر، فعشان كده اضطريت ان انا اقفل ميزه الفايبريشن من برنامج دي اس 4. فانا معرفش برضو هل المشكله دي في القطعه اللي معايا، ولا المشكله دي اصلا في دراع البلاي ستيشن بشكل عام. ممكن تلاقي المشكله دي مثلا في البلاي ستيشن 4 الاصلي، فكره ان هو معمول عشان خاطر اجهزه سوني كبلاي ستيشن، ولما بيتوصل بالكمبيوتر بيبتدي ان هو يخرف او ياخد اشارات غلط. لكن العيبين دول ما كانوش كافيين بالنسبه لي ان انا ارجع الدراع. فكره ان انا الدراع مديني اداء ممتاز واتصال كويس بالكمبيوتر، مش بيهنج ولا بيقطع، وانت اكيد في النقطه دي انا بلقح على انهي دراع. فانت لو ما شفتش الفيديو اللي فات برضو زي ما بقول لك ارجع شوفه لانه مهم جدا. فالدراع هنا بالنسبه لي يستحق الشراء جدا، لكن خد بالك زي ما قلت لك انت محتاج تركز في كام نقطه هقول لك عليهم وانت بتشتري دراع كوبي عشان خاطر ما تتغشش فيه. ازاي بقى تتاكد من دراع كوبي وانت بتشتريه ان هو يستحق الشراء؟ مبدئيا كده لازم تبقى عارف وانت بتشتري اي منتج ان انت ليك 14 يوم حقك من جهاز حمايه المستهلك انك تجرب فيهم الدراع وترجعه لو في اي مشكله او اي منتج عامة. بس بشرط ان انت ترجع الدراع بنفس الحاله اللي انت اشتريته بيها والعلبه بنفس الحاله، يعني ما ترجعلوش علبه متقطعه ولا باين عليها انها اتفتحت. يعني انا خدت المنتج بحاله ترجعه بنفس الحاله لو في مشكله، لانه حقك انك ترجع المنتج ده طبعا في خلال 14 يوم التجربه. اول حاجه هتحتاج تجربها في الدراع هي فكره ان انت تسيبه على الشاحن لحد ما يشحن 100% وبعد كده تستخدمه لحد ما يفصل خالص، وطبعا هتعرف ان هو شحن 100% وان هو كام في المية دلوقتي طبعا من برنامج الدي اس 4 اللي احنا لسه متكلمين عليه من شويه. وتبتدي بقى في فتره ال 14 يوم دول ان انت تنحت الدراع ده لعب، يعني حرفيا عايزك تجرب كل الالعاب اللي عندك عشان تستخدم كل الازرار وتستخدم كل الميزات اللي فيه، وتعرف اذا كان هيقابلك مشاكل بعدين او في زرار فصل بعد استخدام معين او بعد ضغط عليه بشكل معين. فانت عايزك حرفيا يعني تنحت الدراع ده لعب في خلال 14 يوم. وانت عند الراجل او البايع وانت بتشتري الدراع ده لازم تتاكد من الخدوش والكسور اللي فيه، تمسك الدراع تبص فيه كويس جدا، تفتح البيت وانت مع الراجل وتبص على الدراع كويس جدا وتتاكد ان هو شغال كل حاجه فيه تمام. حتى ممكن توصله بالتليفون بتاعك وتبتدي انت تشغل اغنيه بالتليفون وتوصل سلك سماعه 3.5 مللي في المدخل بتاع السماعه، وتبتدي تجرب حتى موضوع الاغاني بس وانت واقف مع الراجل، وجرب التاتش باد هيظهر معاك ماوس على التليفون وهتبتدي تجرب الحاجات دي بالتليفون عادي. وتأكدت ان الحاجات دي تمام وشغاله معاك كويس، خد الدراع معاك البيت وتيجي تجربه بقى على الالعاب وعلى الكمبيوتر وعلى البلاي ستيشن لو عندك، وتقدر تجربه زي ما انت عايز. لو مثلا لا فيهم مشكله ممكن تشوف قطعه ثانيه او تشوف بايع ثاني. لو انت مثلا زي ما عندكش مشكله في نقطه السماعات دي زي ما قلنا وممكن تتغاضى عنها برده عادي، لان اغلب الدراعات الكوبي ممكن يبقى فيها مشكله في نفس النقطه دي.
بس كده. ولحد هنا اعتقد ان انا غطيت كل حاجه في الفيديو. لو في حاجه نسيت اعرفني في الكومنتات واكتب لي وانا ارد عليك بشكل شخصي. لو في منتج برضو عاجبك عايزنا نراجع ونتكلم عنه برضو اعرفني في الكومنتات. ولو ليك اي اسئله اي مشاكل في الكمبيوتر اي حاجه في التليفونات عايز نسال عنها اي حاجه عايز تتكلم فيها انزل اكتبها في الكومنتات وانا معاك نرد ونتكلم مع بعض. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.